جميعا. عندنا دابا الحصة ديال مانتونونس اوتوموبيل دي ديبو لي ارفيا بروميير اني. نتمنى أنكم تكونوا مساحقين. كيف ما قلت لكم سابقا أنه غادي نبداو نديرو لي لايف اون باراليل، يعني غادي نلونسي لا ريونيون سور لابليكاسيون تيمز و اون ميم طون غيكون لافيشاج ديال البي دي اف اللي خدامين عليه في اللايف فيسبوك في لاباج ديالنا تكنولوجي اوتوموبيل. اللي عندو الكونيكسيون راه غادي يلتحق بينا في تيمز، و اللي ما عندوش الكونيكسيون عندو غير شي حاجة ديال الكوشارج ديال لي ريزو سوسيو غير للإخبار فقط أنه الواتساب والفيسبوك راه مطلوقين فابور حاليا من أجل الدعاسة عن بعد، ليكن في علمكم هذا. يعني اللي ما تحت ليش الفرصة او لا ما عندوش كيفاش يدير لي غوشارج او الانترنت لحساب لابليكاسيون تيمز راه غادي غير يتبع الدروس اللي كندير سويفون لومبلوا اللي مبارطاجي عندكم كاملين في نفس التوقيت بطبيعة الحال سيغ لاباج اللي كاين فيها دابا. سي بون، على بركة الله نحاول نظن راه اللايف راه باقي كاين. نمشيو ان شاء الله للدرس الموالي. البارح كنا شفنا كومو شوازيغ لوتياج اي كومو اورغانيزي اون ريباراسيون. سي بون، اليوم ان شاء الله تعالى بوغ لا مانتونونس كيفاش كتكون عندنا ديك لافيش دو ريلوفي ديال لي كونترول. كنا قلنا البارح انه فاش كنبغي ندير واحد ان ترافاي عندي فيش دو دياغنوستيك كليون ياك. فيش دو دياغنوستيك كليون هذيك لافيش دو دياغنوستيك كليون. الى بغينا نشوفو اكزامبل ليها
fiche, diagnostic, client. Voilà, تقريبا بحال هذا ورا كل طن وعندها سميتو ديالها فيش دو دياغنوستيك كليون. هادي ما واضحاش لينا مزيان، ما غاديش تكون واضحة ليكم. طيب نشوف شي حاجة اللي هي قريبة لداكشي اللي بغينا حنايا، كنا شفناها في الأول c'est un ordre de réparation. par exemple on peut aller fiche diagnostic client bref juste pour voilà
يعني هذه ماشي ديال الكليون، لا هذه كنديروها حنا، يعني فاش الطوموبيل كناخدوها لاكاي، لا دوزيام ايطاب هذاك اللي غادي يشدها في يديه كيعمر لنا واحد لافيش تمام فيها هذوك الملاحظات على الطوموبيل، الحالة ديالها اون جينيرال كل حاجة. باغ اكزومبل اي حاجة مكوشي هنايا مزيان، الا ربيت البال هاد لي مو تيكون اللي كاين هنا، زعما هذا كيضحك هذا مقلق، يعني ليه هنايا مزيانة. باغ اكزومبل هنا فليكسيبل ديال لي غو افون ما مزيانينش، سي بون بحال هاد القضية كل حاجة. لا تمبيراتور ديال ليكيد دو فران ما مزيانش، لي بلاك ديال هذا اللور، لي فو الفيوز مثلا خايب، الاخر هو مزيان، بحال هاد المسائل. بلاك ما مزيانش، راه قلنا هذيك الساعة. إذا ما واضحاش مزيان باش نقدروا أننا فيش دو دياغنوستيك كليون هي اللي كيكون فيها هذه ما واضحاش، نحاولوا غير نشوفوا داكشي. أولا الكليان كيعمر فيها لاغات اللي الماتريكول ديال الطوموبيل والفين ديالها والموتور وداك الشيء، ياك كيعمر فيها هذاك الاحساس ديالو اللي عنده علاقه بهذيك لابان، واش في الطريق مغيزه، واش في الكودرون، واش في البيست، واش في الصباح، واش وسط النهار، واش في الرالونتي، واش الطوموبيل واقفه ولا غاديه، واش في الطلعه، واش الطوموبيل متقله، بحال هاد المسائل هو غير كيكوشي باش كي يعطيك معلومات، بحال كنقولوا ديك لونكيت، فوالا ديك لونكيت اللي نتايا نورمالمون خاصك دير معاه وتبقى تضيع معاه الوقت وتطرح ليه لي كيستيون ويبدا يجاوب. هادوك لي كيستيون هما لي كاينين هنايا، هو كيبقى كيكورشي وفي هاد لافيش فيها غير اختيارات أسئلة بأجوبة اختيارية، وكيكورشي ليك كتوقع ليا كذا، كيوقع ليا كذا، وهاد لافيش دو دياغنوستيك كليون هي اللي كنعتمدو عليها في لا ريشيرش دو بان. سامارش فوالا. فاش كتبغي تبدا سميتو لي كونترول ديال كاملين، كنت كتخدم بواحد لافيش دو دياغنوستيك ديالك بوحدها، وواحد لافيش دو رولوفي دي كونترول، كل بان عندها فيش دو رولوفي ديالها بوحدها. اشنو كاين فيها؟ فيها Éléments à mesurer ou contrôle à réaliser, يعني هذيك لا بيس، هذاك الكابتور مثلا ولا هذيك لا بيس، اوكي باش كنعبروها خلاص. لي كونديسيون، واش موتور مديماري، واش موتور كذا، واش بالكنز، واش بالطرونت، ياك. شنو هو لي فالور دي كونستريكتور؟ هادوك تجيبهم من لا ريفو تكنيك، وهنا كدير العبر اللي لقيتي انت، اوكي، وهنا كدير الحكم ديالك الاستنتاج، يعني الاستنتاج هو يعتمد على المقارنة بين هاد الجوج هادو، بين فالور دو كونستريكتور و لي فالور ميزوري غولوفي. هي لافيش هي دابا غادي كل حاجة كدير الشروط ديالها اللي خاصها تكون، اوكي، الفالور دي كونستريكتور داكشي اللي عبرتي نتايا استنتاج، اوكي ولا لا، ولا خاص تكون شي ريباراسيون ولا شي انترفونسيون. هذه هي لافيش دو ريليفي دي كونترول. سا مارش.
بالنسبة لافيش دو دياغنوستيك كيف ما وريتكم ديك الساعة لافيش دو دياغنوستيك ريباراتور ديالك انت فيها بزاف انواع بحال هادشي، بغيت نعطيكم حاجة اللي هي سامبل، حاجة دو تري سامبل باش نفهمو، لانه لا كيستيون اللي غادي تكون عندكم غالبا كاملين هي بغينا هاد لي فيش او ستيت اعطيهم لينا. راني عرفت صورة غير واضحة، شنو هي الصورة اللي غير واضحة سي زهير؟ واش هادي اللي واضحة ولا اللي ما واضحش؟ واش هادو هادي ياك؟ جاوبني السكت. بالنسبة للصوت واش مسموع مزيان؟ جاوبوني واش الصوت مسموع مزيان؟ الصوت واش الصوت مزيان؟ شو اللي بغيت انا دابا؟ واش الصوت مسموع؟ جاوبوني عفاكم. هذه هي لافيش. لافيش هي هذه. نورمالمون في سوا في الكراج ولا هذا خاص تكون بحال هادي. علاش؟ لانه الا ما كاينش عندنا ورقه وستيلو ما خدامينش بيهم، راه الخدمه ديالنا ناقصه بزاف. راه يقدر بنادم يعقل تايه ولكن راه كينسى، ولكن الورقه والستيلو ما كينساوش. لذلك خاصنا نلعبوا على واحد القضيه مهمه بزاف وهي الوعي. خاصنا نكون واعيين انه pour bien faire une bonne réparation, une réparation professionnelle ماشي عشوائية ياك، راه خاصنا نخدمو بالورقة والستيلو، نخدمو بهاد لي فيش. نورمالمون الكليان فاش كيجي خاصك تعطيه واحد الروسو ياك، اللي هو كيطمئن ان كتعطيه روسي انه خديتي من عنده الطوموبيل ديالو وحده. كتعطيه واحد لافيش دو دياغنوستيك اللي كيعبر لك فيها على الملاحظات ديالو. علاش كتعتمد عليها نتايا؟ بحال كنقول هو كيشهد على راسو بهداك الشيء، بحال هذيك لونكيت كنا دوينا شحال هادي على انه الكليان باش سميتو باش تقدر انت تجبد الاسباب لي كوز ديال لابان اللي كيشكي منها، خاصك دير معاه لونكيت. هذيك لونكيت بعدا اول حاجه كتحيد فيها الشك هو هذيك لابان واش هي موجوده ولا لا. مفهوم؟ ديك لابان واش هي موجودة ولا لا؟ أول حاجة، لأنه بعض المرات هذيك الشكوى لا بلانت ديال الكليان ما كايناش، ان اكزيست با. ماشي غنقولوا الكليان حمق ولا هذا لا، وانما كيرتكب هو اخطاء. بار اكزومبل كيقول لك اودي بعض المرات فاش كنبغي نقلع بالطوموبيل كتسكت ليا، فاش كتجي كتشوف الطريقه ديالو كتلقاه بعض المرات كينسى الفرانه مان،
بعض المرات كاين ساعة، يعني سي نورمال غادي تسكت ليه، او لما كيبغيش يدوزو ليه لي فيتاس ولا هذا، كتلاقاه بعض المرات ما كيوركش على لا بيدال دون بغياج مزيان، يعني كاينين دي شوز لي غير مرتبطين به هو، يعني بحال كنقولو الديفو راه منه، اما الفيكول ما فيها حتى حاجة. قلنا هذيك لافيش دو دياغنوستيك كتبقى واحد تيمونياج بيرسونيل ديالو كنبنيو عليه. نورمالمون انت في لاتوليي يعني راه كيكون عندك سميتو، كيكون عندك اللوجيسيال ولا هذا بحال اوتو داتا مثلا، غير على سبيل المثال احنا راه قلنا راه كاين من غيره، كاين توليرونس داتا، كاين فيفيد، اوكي اللي هو هاينز برو، كاين اول داتا، راه اللوجيسيالات كاينين كتر، اوتو داتا هو هذا اللي قدامكم ياك، كاين توليرونس داتا هو هذا اللي غادي تحلني دابا، لا فيديو راه غادي نخليها لكم في تيمز، تيمز غادي تلقاو فيه ريونيو اوديو، وغادي تلقاو حتى هذا هو توليرونس داتا، هو فيه لي دوني تكنيك وداك الشيء، فوالا بحالو بحال اوتو داتا ليكترونيك، يعطيك جيستيون موتور فيزيبل لي رولي لي فيزيبل وداك الشيء، فين كاين كل حاجة كيعطيك بلاصتها. كاين فيفيد هو هذا، فيفيد هو معروف بهين برو، هينز برو على 2016، فوالا حتى هو في هاد سميتو لي دوني، وهذا حسام من اوتو داتا كاع، هذا بلو ديتايي بلو هذا مثلا سي بون 406 باغ اكزومبل، الى بغيناها 406 دو لتر اش دي بوش، هذا هو اللي كنا شفناه داك النهار في اوتو داتا، هو هذا لونتروتيان كيعطيك، كنا جبدنا حنايا هاد الشيء على حساب لي غوفي او الفيش دو دياغنوستيك اول داتا، اول داتا فينا هو اول داتا هنايا، ها هو داتا، المهم 575 جيجا اللي فيه ديال 2014، فوالا 2014 من 1982 حتى 2014، الشيء اللي فيه غير هو بلونجلي، هذا هو شوية لونجلي وهذا غير هو كيعطيك دي طاي، يعني بلو دي طاي، الى عندك خلاص داكشي علاش هما سموه اول داتا كل المعلومات، فوالا كيعطيك كل حاجة كيفاش دير ليها،
لابور تايم، يعني الوقت ديال كل حاجة في الليل. جود كولنت هبريد درايف، بالنسبة للطوموبيل هي هبريد. سبيسيفيكيشن كاباسيتي تيب، كاباسيتي هي 1.77، هي قال ريديكش ديال أمريكان. وبالنسبة لليتر 6.7. غير هنايا كتوصية عامة، ياك خاصكم تقراو شوية لونجلي تكنيك، لأنه دائما الجديد كيخرج في الدومين ديالنا، ياك في الدومين ديالنا دائما الجديد كيخرج في سميتو، كيخرج في لونجلي وما كيترجمش للفرنسي تقريبا حتى كدوز واحد سيم واحد العام. يعني ممكنلكش انت تبقى متأخر على مواكبة الجديد حتى دوز عام. شوية لونجلي وهذا الشيء راه مزيان واحد يكون عارف ليه. سي بون. بالنسبة للأوتو داتا، الفكرة أنه كنا قلنا القضية ديال الغوفي تكنيك هي اللي علاش جبدنا حنا دابا هادشي. مثلا الدياجنوستيك، الجيد هو هذا مثلا، هنا اختاروا هنايا الطوموبيلة لي دوني نيسيسير بور كو لا سيكسيون جيد. هنايا غادي شمال الكابلاج، فوالا فوالا بحال دابا هنايا. شنو هما لي بان دابا لي عندك؟ كيقول لك اودي واش لو موتور نو ديمار با، واش كاين دي غاتي دان ليماج، يعني كيزقل الموتور دوك لي زيكسبلوزيون ديالو، يعني كيكونوش مقادين بين لي سيلندر. بيرفورمانس الموتور، واش الموتور ما كيعطيكش داكشي اللي باغي، الدخان كتير، كتكليكي على هذيك لابان اللي كاينه. نعطيكم غير مثال فاش كيكون عندك لو موتور نو ديمار با، كنكليكي على هنايا كيسولك اسيي دو فيغ ديماري لو موتور، لو موتور سولون ستيل، واش كي تلونسا الموتور ولا لا، وي او نو. C'est une arborescence. Ni hada diagnostic dir bhal shajara. Il a dit oui, ghayatik haja. Il a dit non, ghayatik haja. Il a dit non, hanta. Ghadi yqol lik awdi sir lbatri, wash lbatri mcharjiya, ah ou la. Il a dit ah, ghayatik haja. Il a dit la, ghayatik haja. Hna mesela ghadi nqolu ah, mcharjiya la batri. Haw qol lik awdi la mcharjiya la batri, qallb dok li kos. واش مزيانين واش كذا، مزيانين فوالا، كدير اوكي فوالا، فيغيفي سيل يا دي فيزيبل دون لو سيركوي دو ديمارور، وشوف واش كاين اللي فيزيبل ولا لا. وغادي معاك، حتى غادي معاك، غيبقى غادي معاك، غادي معاك حتى كتلاقى لابار. سي بون. هاد لا بروسيدور ولا هاد المراحل هادي يقدر في الاول غتبقى نتايا متبعها هنايا في اوتو داتا، هذا هو اللي كنسموها فيش دو دياغنوستيك، غير هي اربوريسونس باغ اربوريسونس. سي بون. جي فيرمي. فوالا هنايا في لو طابلو مثلا كيعطيك سي لو موتور نو فو با ديماري، ها هو هاد لي كونترول هادو كاملين اللي عاطين هنايا هما اللي كيكونوا في لافيش دو دياغنوستيك. يعني الا درت امبريسيون هادشي هنايا كنعمر المعلومات على هاديك السياره عندي،
ايه اللي دبت تيست تمام. فوالا ها هو خلاص كيكون داكشي ديال ديال الكراج ولا هذا هو سي الموتور نو ديمار با. هو غادي معاك وحده بوحده، قلب هادي دير هادي دير هادي دير هادي دير هادي هاد المعلومات هادو ياك. والله هنايا لتحت كيعطيك المعلومات على هذيك السياره اللي انت خدام فيها. هذه نقدروا نعتبروها ان ان اوردر دو ريباراسيون، هو هذا ان اوردر، يعني شي حاجه مرتبه ديال لا ريباراسيون كتبع فيه. هذا غير مثال، هذا لوردر دو ريباراسيون خاص باش خاص بلا بان ديال لو موتور ما كيبغيش يديماري. كل حاجه كيعطيك ديالها، موتور ضعيف، موتور ضعيف كيقول لك غادي دير هاد الشيء. هذا هو لوردر دو دياغنوستيك دو ريباراسيون، هو هاد الشيء لي كونترول لي خاصهم يدارو ومرتبين. هادو دابا خاص يكونوا عندكم اوتو داتا، راه هو كيف ما قلت لكم هو غير احد اللوجيسيالات، راه كاينين دوطخ غير هو. الا تعلمتو ليه ياك مزيان، راه لي زوط غادي يجيكم ساهلين. غير هو اوتو داتا ضبطو، اللين ديالو راه صيفطو ليكم عندكم في لي جروب، وهذا راه موجود في جوجل الا قلبت عليه ولا موجود. كان شحال هادي غابر، دابا راه موجود، عطاه الله موجود فهمتي. وحتى اللين راه كاين دابا عندكم. نتمنى انه تكونوا استفدتوا، ونلتقي ان شاء الله في حصة اخرى، وراه مستعد دائما باش نتلقى لي كيستيون ديالكم. شكرا لكم بزاف.